السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض مربى العنب الأحمر. مربى جميلة وسهلة. أول حاجة معانا 2 كيلو عنب أحمر، اللي هو العنب البناتي بتاعنا الأحمر، ليمونتين صغيرين أو ليمونة كبيرة، كيلو سكر. لكل كيلو عنب أنا هحط له نص سكر، انت ممكن تحطي له نص، ممكن تحطي له كيلو الا ربع، يعني أزيد حاجة لكيلو العنب كيلو الا ربع سكر، يعني معاك ممكن تزودي على السكر الكيلو ده، وممكن تزودي نص كمان. انا بحب الفاكهة اكتر في المربى، علشان كده بحط نص سكر للكيلو. وهنبتدي مع بعض. اول حاجة يا حبايبي، انا هضرب العنب ده في الخلاط من غير مية خالص، اول شوية صغيرين، وبعد كده هكمل باقي العنب عليهم حبة بحبة، وهضربهم واحطهم في الحلة اللي هنرفعها على النار. لازم تكون حلة كبيرة، ما تكونش حلة صغيرة، لازم تكون حلة كبيرة ما تكونش حلة صغيرة. شايفين كده يا حبايبي، انا بضرب باقي الكمية وهفضيها في الحلة وهرجع لكم. وهنا يا حبايبي انا خلصت كمية الـ2 كيلو عنب، ضربتهم في الخلاط ضربة ما يعني كويس، يعني عادي ما يبقاش سايل خالص ولا قطعة برضو، يعني الضرب ده على حسب ما انت عاوزة نعومية المربى معاكي. وهنا يا حبايبي انا هنزل كده بكيلو السكر، انا قلت هعمل الـ2 كيلو مربى كيلو سكر بس، واتفاق عادي يا حبايبي ان احنا اساسا الحلة اللي نعمل فيها تكون كبيرة، الحلة اللي تكون كبيرة، والنار اللي هعمل عليها المربى تكون نار متوسطة، تكون نار متوسطة، يعني ممكن العين الصغيرة عندك في البوتاجاز تعملي عليها المربى، يعني تعليها عادي لان هي العين الصغيرة. وهنبتدي نقلبها بقى تقلب. اول حاجة يا حبايبي ان احنا هنقلب المربى لحد ما السكر يدوب خالص، لحد ما السكر يدوب، يعني حوالي 3 دقايق كده هنقلب في المربى لحد ما السكر بتاعنا وهو على النار كده يدوب. بعد كده هوطي النار خالص، هوطي النار خالص وهسيبها على نار على نار هادية خالص. هوطي النار وهسيبها، هسيبها حوالي، هي هتاخد حوالي نص ساعة، الـ2 كيلو هياخدوا حوالي نص ساعة على نار متوسطة. اول ربع ساعة هخلي النار متوسطة هادية عادي، الربع الساعة التانية هوطي النار خالص، اول ربع ساعة هتبقى على نار متوسطة، الربع ساعة التانية هخلي النار هادية خالص. وهنشوف مع بعض بعد ربع ساعة كده هوريكم شكل المربى، والليمون طبعا هيبقى في اخر حاجة، وبعد ربع ساعة هوريكم الشكل هنعمل ايه. وكده يا حبايبي المربى معايا اهي بقالها حوالي ربع ساعة، شايفين شكلها هي وهي بتغلي اهي كده على نار متوسطة، شايفة شكل الغليان بتاعها، انا مش عاوزاها تبقى على نار عالية خالص ولا على نار هادية خالص، نار متوسطة اول ربع ساعة. بعد الربع ساعة اهي معدت هنوطي النار خالص، هنوطي النار خالص وهوريك المربى هتبقى تغلي شكلها ازاي. شايفة كده يا حبايبي، شايفين كده، وهديها تقليبة
وهنا انا ولا شلت ريم ولا شلت اي حاجة، اخر حاجة خالص قبل ما اعصر الليمون لو لقيت ريمة في المربى هي اللي هشيلها. كده المربى هي نفسها اول ما بتغلي بتفور، اهو شايفين زي ما هي فرط لحد هنا كده، واللي احنا قلنا حلة كبيرة علشان لما هتفور فرط بص لحد هنا، لو الحلة صغيرة هتفور منك بره، و يعني الحلة لما تبقى كبيرة احسن. يعني شايفين يا حبايبي انا قلبتها كده، تحس ان المربى ابتدت تتقل معايا شوية، بس كده لسه ما استوتش، وهوريك علامة السوى الصح ازاي للمربى. احنا كده سايبينها ربع ساعة اهو، شايفين كده يا حبايبي انا هديت النار اهي، شايفة عاوزة المربى تبقى بتغلي كده من النص برضو، ما تبقاش نار ما فيش خالص، لا النار تبقى كده هطف النص كده تبقى بتغلي كده. وهنا كده يا حبايبي المربى بعد ربع ساعة كمان على النار اهي، شايفين النار عندي ازاي، هعصر عليها الليمونتين اللي هما الصغيرين او واحدة كبيرة، وكده يا حبايبي انا عصرت الليمونتين اللي هما الصغيرين، واحط ربع معلقة الفانيليا، سائل الفانيليا او كيس فانيليا، وهقلب. شايفين يا حبايبي المربى بتاعتي بقى شكلها ازاي، تقلت واستوت. وليه انا معصرتش الليمون بدري عن كده شوية؟ علشان انا مش عاوزاها تقعد بسرعة تمسك بسرعة من غير ما تستوي، انا عاوزاها تستوي الاول كويس، وبعد كده الليمون ده في الاخر دي مادة حفظ، والفانيليا دي عشان تدي ريحة حلوة للمربى وتخلي ريحتها جميلة. دي على فكرة الفانيليا دي انا بضيفها في اي مربى بعملها. كده يا حبايبي انا هسيبها دقيقتين كمان على النار، انا هوريكم العلامة فعلا اللي هي اللي بعرف منها ان المربى استوت ولا لا. وكده يا حبايبي انا هوريكم شكل المربى ازاي تعرف ان هي استوت، انا عارفة ان هي كده استوت، شايفين انا جبت معلقة نظيفة وناشفة، والمربى كده ما تحطش فيها اي مية، شايفين هفضل معلقة كده اهو، هننزل بالمعلقة كده في المربى واقلبها، لان المربى بتبقى تقيلة من تحت. يا حبايبي المربى القوام بتاعها عندي، القوام بتاعها حلو كده، ولا خفيفة ولا تقيلة خالص، عشان لسه لما تبرد كمان هتمسك. والعلامة بتاعت المربى ان انت بتنزلي المربى كده بعد ما بتقلبيها، بتنزليها كده في المربى اهو، تستني تهدى ثانية وكده، وتروح عاملة خط، الخط ده لو ميلت المعلقة كده ولقيتيه ابتدى ينزل تاني على طول، ابتدى ينزل، يبقى المربى لسه ما استوتش. شايفه الخط لحد دلوقتي اهو فاصل، فاصل في النص اهو، ما نزلش المربى، ما نزلتش دي على دي. وكده يا حبايبي المربى بتاعتي كده استوت، هسيبها قلنا دقيقتين كده اول ما حطيت الليمون والفانيليا اهو، وشايفين انا ولا شلت منها اي ريمه ولا اي حاجه، المربى معايا زي الفل اهي، واللمعة بتاعتها جميلة اهي كده، وقوامها مظبوط. انا كده هطفى عليها النار، واول ما تهدى هعبيها في البرطمان وهوريها لكم. كده يا حبايبي انا طفيت على المربى بتاعتي، عاوزة اوريك قوامها وهي سخنة، وهي سخنة انا مش عبيها كده في البرطمان، بس هوريك قوامها في الطبق وهي سخنة. شايفة القوام معايا؟ شايفة اهو ده شكلها وهي سخنة، اول ما هتبرد بقى هتتقل كمان، هتتقل تاني، فعشان كده احنا ما ننتقلش المربى، نفضل سايبينها على النار، ونفضل سايبينها على النار لحد ما تتقل، لا لازم يبقى قوامها مظبوط كده، ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة. وكده يا حبايبي انا فضيت المربى بتاعتي في البرطمان، وهنا اللي احنا كنا مفضيينها مع بعض في الطبق، شايفة قوامها تقل ازاي؟ قوامها تقل اهو بقي جميل، وكمان لسه هتتقل تاني لما تتحط في التلاجة وتقعد، لان دي لسه كده سخنة، طبق سخن اهو، والبرطمان هنا عندي سخن،
ومش هتغطي البرطمان غير لما يبرد خالص، غير لما البرطمان يبرد خالص. وعاوزه اقول لك كمان ان كل ما هتزودي الكميه، كل كيلو هتزودي له ربع ساعه، كل كيلو هتزودي له ربع ساعه. لو لما تزودي الكميه، احنا دول الاتنين كيلو اخدوا نص ساعه، لما تعملي مثلا 3 كيلو هتزودي ربع ساعه كمان على النص. وكده يا حبايبي هتكون معاكي اجمل مربى عنب احمر وبالف هنا.